صباح الخير، صباح الرياضة، صباح النشاط. اليوم معاكم ريما عامر ومعانا إنجي وهبة. رح تكون حلقة خاصة بمناسبة عيد الأم. طبعاً كل سنة وكل أمهاتنا بألف خير، وعيد على أمي طبعاً كل سنة وهي سالمة. رح تكون اليوم حلقة خاصة تمارين للطفل مع أمه. رح نستخدم الطفل كثقل في بعض الحركات، ورح كمان نعمل تمارين معاه. نبلش؟ يلا إنجي؟ يلا إنجي وهبة رح نبلش. يلا نمشي بمكاننا؟ يلا ماشي؟ برافو. نلف وجهنا على ماما إنجي، نلف وجهنا. يلا ريدي جو. ممتازة. يلا نلف وجهنا، نلف وجهنا على ماما، على ماما، على ماما. يلا يلا جمب نط نط. أيوة برافو. طبعا نحاول دائما نعمل تماريننا مع أطفالنا، كتير بيكون إشي بربط الأم بطفلها. هلا نعمل جامبينج جاكس. يلا هون هون هون. برافو. نطلع على ماما إنجي، نطلع على ماما. برافو كمان. يلا إنجي. يلا نركض على ماما، نركض على ماما. يلا إنجي. يلا ريدي. أخذتها الأغنية. يلا نركض لماما. أيوة. هلا التمرين هون قرفصاء، شوفوا كيف رح يكون التمرين هون. قرفصاء ننزل لتحت. يلا قرفصاء ونطلع لفوق. تمرين بسيط قرفصاء ونطلع لفوق. طبعا هاي بيخدم عضلات الرجلين زي ما انتم شايفين. الطفل مع امه هون. برافو. نرجع كمان. هلا نلف نركض لماما، نركض لماما انجي. يلا نركض لماما. ريدي جو. يلا انجي. ايوه قرفصاء ننزل لتحت. برافو كمان. يلا ننزل كمان مرة، نركض لورا. اركضي لورا. يلا نركض لماما، نركض لماما. واحد اثنين ثلاثة ركض. يلا اركضي اركضي. أيوة قرفصاء أربع مرات قرفصاء. طبعا هو التمرين إنه يركض الطفل ويرجع لأمه، بس إنجي أخذتها الأغنية معها. هلا رح نحط الطفل فوق زي الثقل على كتف الأم. نمسك ايدين ماما هون. رح نعمل اول اشي قرفصاء وطعن للخلف. يلا ننزل ونرجع لورا طعن خلفي 90 درجة. كمان مرة قرفصاء ونطلع لفوق طعن خلفي كمان. طبعا اذا شايفين كأنكم حاملين ويتس مع اثقال. نرجع لورا. قد ايه وزن هلا انجي هبة؟ 12 كيلو. يعني كأنكم حاملين 12 كيلو وعم تعملوا تمرين القرفصاء للرجلين مع الطعن الخلفي لجميع عضلات الرجلين. كمان نرجع لورا. كمان تنتقل. كمان قرفصاء كمان واحدة. هلأ طعن خلفي. برافو. هلأ من هون رح ننزل قرفصاء ونمشي ووكينج سكوات، نمشي فيها على الجنب. طبعا هاي كمان بتخدم عضلات الرجلين والمقعدة. نرجع على الجهة الثانية كمان. برافو. كيف الوضع إنجي؟ إنجي مرتاحة بس الماما تعبانة. كمان مرة. شو إنجي؟ أخذتها الأغاني إنجي. كمان. هلأ التمرين اللي وراه رح نعمل قرفصاء مع رفع هون. قرفصاء مع رفع الرجل. قرفصاء مع رفع الرجلين. برافو. كمان قرفصاء مع رفع الرجلين. تمرين هون بخدم الهيب فليكسر. كمان ننزل. أيوة كمان تنتين. هلأ رح نعملها على الجنب. ننزل قرفصاء وعلى الجنب هون. برافو. كمان قرفصاء. نفتح رجلينا شوي هبة. أكيد تعبتي. 12 كيلو مو سهلين، بس طبعا هبة مدربة فأم رياضية. كمان كمان تنتين. ننزل. برافو. آخر واحدة. أكيد تعبتي، أكيد تعبتي، مش بس بالحياة بالتمارين. هلأ ننزل هون رح ناخد طعن جانبي. طعن. برافو. ونرجع بالوسط. برافو. طعن جانبي. برافو. إيش يا إنجي تعبتي أنتي؟ أيوة كمان واحدة. ممتاز. هلأ ننزل إنجي، رح نعمل تمارين للإيدين.
كله هاي تمارين للأم، وهو عيد الأم لازم نمرن الأم. هلأ رح نرفع لفوق إنجي 12 كيلو تمرين للظهر والإيدين وننزل لتحت. برافو، كمان لفوق، أيوة كمان لفوق، زي كأنها إنجي ثقل 12 كيلو، مو سهل على الإيدين بس كمان هو تمرين للظهر خصوصا إذا نزلت الأم ستريت. كمان تنين، أيوة إنجي، كمان واحدة، ممتاز. هلأ رح نقعد على الأرض ونعمل تمارين المعدة. ننام الأم وإنجي، ننام على الأرض. هلأ ننام، نوقف بين رجلين ماما عشان ماما تعمل تمارين المعدة. نعمل كف مع ماما، يلا نضرب كف كمان. برافو إنجي، أيوة تمارين للمعدة زي ما أنتوا شايفين. كمان برافو، نشد عضلات المعدة يا هبة، أيوة كمان واحدة، كمان واحدة، كمان واحدة لماما، يلا برافو. هلأ التمرين اللي وراه راح نحط إنجي على الرجلين هون، كمان ثقل عبطنها، نرفع الرجلين لفوق. برافو، هذا التمرين للعضلات الخلفية للرجلين، راح نرفع لفوق، أيوة نرفع لفوق ومننزل لتحت زي ما أنتوا شايفين، عم ترفع الرجلين لفوق، هاي للعضلات الخلفية للرجلين. كمان لفوق، برافو، كمان تنين، كمان واحد. هلأ منحط إنجي على بطن الأم، على خصر الأم، يلا نيجي على خصر ماما، أيوة نقعد على خصر ماما هون. رح نعمل البريدج كمان، هذا التمرين للمقعدة، نطلع لفوق زي ما أنتوا شايفين، رجع راسنا إنجي نريح، كمان نطلع لفوق كمان. هذا زي اللعبة، أيوة نعم برافو، كمان نطلع لفوق، بدك لعبة انت كمان نطلع لفوق كمان. التمرين كله لتمارين المقعدة هون، كمان لفوق، برافو. هلا نوقف لفوق البريدج، نسميه البريدج او زي تمرين الجسر، نعمل زي تكرار كمان، ننزل ونطلع كمان لفوق ولتحت. برافو، طبعا اكيد الام تعبت بس طبعا انجي مكيفه، صح انجي كيفه انت. هلا رح نطلع من البريدج، نمد رجلينا، نطلع لفوق، نمد رجلينا، نحط انجي بالنهايه، نمد رجلينا عند ماما. هلا ننام لورا انجي، ايدينا فوق، هتعملي تمرين معده، هتنزلي لتحت ايديكي لورا، ونرجع نمسك انجي من الكتاف، من الكتاف، ايوه كمان ننزل لورا. برافو انجي، برافو، هذا كمان تمرين للمعده، ايوه كمان نرجع لورا ونشد عضلات المعدة، أيوة إنجي. هلأ بتقدر كمان إنجي تعمل تمرين معدة، يلا نطلع مع ماما معدة، خلي رجليك ستريت، يلا نمسك ماما، أيوة وننزل لورا، يلا نطلع لماما نعمل تمرين معدة، أب أب أب، يلا إنجي، أيوة كمان ننزل لورا، يلا إنجي برافو، انزلي لورا تمرين معدة، أيوة كمان 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 اطلعي، يلا معدة، أيوة كمان مرة، كمان مرة لماما، يلا عشان عيد الأم نطلع لفوق، يلا أب 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 أب، فوق 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 فوق، أيوة برافو. هلأ من هون رح نمسك إيدين ماما، نمسك إيدين ماما ونشد بعض لورا شوي، بس هولد هولد عشان نعمل تمرين معدة بس مع مسك الطفل هون، خليك ارجع لورا، برافو، هون تمرين معدة لإنجي وتمرين معدة لماما، صح؟ كمان شد نشد، ممتاز. هلأ تمارين الإطالة، رح نمسك هون، نفتح رجلينا، نفتح رجلين ماما، أيوة. هلأ تمارين الإطالة عشان نطول العضلات، نفتح رجلينا إنجي، نمسك إيدين ماما، نمسك إيدين ماما، يلا نسحب إنجي لتحت، مش مشكلة، ننزل لورا، ارجعي لورا 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 هبة، برافو. هلأ ننط ماما لقدام، مطي ماما لقدام، اسحبي ماما لقدام، برافو، نامي نامي على الأرض، نامي على الأرض، نامي نامي نامي، برافو. نطلع لفوق كمان مرة، برافو. ننزل لورا 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 لورا، برافو. آخر مرة، هلأ بدنا نتربع إنجي، تربعي، نتربع إحنا وماما، نتربع ونعبط ماما هون، يلا عبوطة لماما، برافو. زي إطالة لعضلات الظهر كمان هون، ونرجع كمان مرة، نرفع إيدينا لفوق إنجي، نرفع إيدينا
برافو. نرجع نعبط ماما كمان مرة عبوطة. برافو. هاي كمان إطالة لعضلات الظهر. برافو إنجي، بدعتي أنت وماما. شكرا للأم، لهبة أمها لإنجي. إن شاء الله نشوفكم بحلقات الجاي مع تمارين جديدة، وإن شاء الله كل أم وهي بخير. وعيد سعيد لجميع الأمهات. بترككم تكملوا مع دانا. أعطيكم العافية.